الى الصدارة من الامارات العربية المتحدة ويتأهل الى امان انجاز كبير كاس العالم طبعا في قطر. ألف مبروك النموذج الشرف لنا الشرف لنا. شرفتونا والله بالجائزة. الله يطول عمرك. الله يحفظكم. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فخور بالإنجاز اللي حققته. الشيخ محمد بن راشد حكام الإمارات داعمين لمسيرتكم إن شاء الله المستقبلية في الأولمبياد. حسب علمي ومتابعتي من خلال الشيخة فاطمة للفريق الحقيقة كان إنجاز مستحق لحققته. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أنتم والعمل المشترك بينكم وبين الاتحاد والجهات المعنية في دولة الإمارات بالنسبة لتحقيق نتائج أفضل إن شاء الله. الإنجاز دائما يكون من خلال مجموعة متكاتفة من العمل والعمل الإداري، العمل الفني، الطواقم الطبية، الخيول ايضا، دور المدرب مهم. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا خالد. الله يطول. التوفيق ان شاء الله يا فرسان. الف مبروك. الف مبروك. الله يعافيك.